طبعا انا خارجه على غلاء الاسعار هي الاولى، حتى هي اللي كتقسم الدار للمسكين كثار من الجواز كثار من التلقيح. هاد الشعب هذا مطحون، شعب مطحون مقهور، خرج يضر على الحقوق ديالو. وصلت فينا العظم؟ يعني لو ان مثلا غدا يحلوا الحدود، والله ثم والله لا بقى انا لا صغير ولا كبير. يحيى الشعب، عاش الشعب، يحيى الشعب. وسامي دار، سامي دار، سامي دار، سامي دار، لجوائز رافضة. الجواز راه ماشي اي واحد من حقه يدي المعلومات عليا. الحق طبعا انا خارجه على غلاء الاسعار هي الاولى، حتى هي اللي كتقسم الدار للمسكين كثار من الجواز كثار من التلقيح. التلقيح كيبقى اختياري، حق غلاء الاسعار علينا واجب. اللي غنمشي نشري الزيت ب 100 درهم ما كاينش اللي غيقول لي اختياري شري ولا ما تشريش، غنشري بزز مني عليها انا خارجه. هاد الناس هادو كيطالبوا مجرد بالحقوق ديالهم، علاش علاش هاد الشيء هذا؟ شوف كيفاش الانزال الامني عاملين بحال وقع انقلاب. هذا الشعب هذا مطحون، شعب مطحون مقهور، خرج يضر على الحقوق ديالو. هاد الناس والدوله في المقابل شنو كتعمل؟ الانزال الامني. هاد الانزال الامني علاش عاملينه؟ الناس مجرد دايرين وقفه احتجاجيه في اطار سلمي، في اطار سلمي، في اطار سلمي. يعني هاد الدوله هادي قمعانا طحنانا. لو انهم يعني باختصار باختصار شتي الدولة وصلت فينا العظم؟ يعني لو ان مثلا غدا يحلوا الحدود، والله ثم والله لا بقى انا لا صغير ولا كبير. ما غيبقاو شوف شكون اللي غيبقى في هذه الدولة؟ غيبقاو فيها المسؤولين. وحنا غنسمحوا لهاد المسؤولين، حنا هذه الارض عندنا عزيزه وغاليه، ولكن ما كيعطوناش الحقوق ديالنا، مهضومين مقهورين الغالب الله. على المعيشه زادونا فيها، على التلقيح هذا جاو التلقيح، في الاول قلتونا ماشي اجباري، في الاخر تولي هو اجباري، كيفاش هادو منسوله؟ عطونا شي وثيقه باش نعرفوا هادشي هذا، باش عاد ضمننا هادشي هذا. ما عندك باش تضمنونا، صافي مشي ضربه جربه في الشعب، الو الشعب عندكم فيرن؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.